فول بالطماطم، فول مدمس ساده ايا كان، طبعا ممكن تزودي او تقللي على حسب الكميه، بس هنزل لكم دلوقتي احنا جايبين بقد ايه. عندي 4 طماطمات مكعبات، بصله مفرومه، فص ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم، كزبره ناشفه مفرومه، كزبره خضراء مفرومه. المكونات الباقيه عندي شويه زيت، عايزه تعمليه بقى عندك معلقه سمنه ماشي، عايزه تاخدي معلقه زبده من عندك ما عنديش اي مشكله، بابريكا، كاري، كمون، ملح، فلفل اسود. عايزه تشيلي الكاري والبابريكا حطي كمون وملح وفلفل اسود، هيطلع معاكي في منتهى الطعام، ما عنديش اي مشكله. طيب دي اول وصفه معانا. تاني وصفه معانا بقى النهارده في منيو ال 50 جنيه، وهي حبه بتنجان مقليين بالخل والثوم. يلا يا رغده ننزلهم، نزلي مقادير البتنجان بالخل والثوم. كيلو بتنجان رومي حلقات، عندي كمان 3 معالق كبار ثوم مفروم، معلقتين فلفل حامي، حزمه شبت، معايا نص كوبايه عصير ليمون او ليمونتين كبار، شويه من الخل، شويه من الزيت، حبه كزبره ناشفه وملح وكمون. مش عايزه اكتر من كده. طيب تعالوا دلوقتي بقى نبدا ايه؟ هننزل المنيو بتاع الاسعار. يلا بينا. ننزل منيو الاسعار بقى ونشوف فعلا تكلفه حلقتنا النهارده 50 جنيه ولا احنا بنكذب زي اللي كان معانا في الفاصل وبيقول ان انتوا بتكذبوا والحلقه دي مش ب 50 جنيه. يلا بينا ننزل المقدار بتاعنا باسعاره. يلا بينا. طيب طب ماشي. سعر الوصفه النهارده اللي هي فول بالطماطم، عندي فول مدمس ساده ب 10 جنيه، جبنا ب 10 جنيه فول من عند بتاع المطعم، لو انت مدمسه فول هيبقى احلى بكتير طبعا. عندي بصلتين مفرومين وفصين ثوم مفرومين واثنين فلفل حامي مفروم و4 طماطميات، ومعايا نص كوبايه كزبره ناشفه اللي هي حزمه. 10 12 13 14 و5 19 19 وجنيه ادي 20. دي كده متكلفه 20 جنيه وهنعملها دلوقتي وهتلاقوها ان هي تكفي 4 افراد. يبقى الوصفة بتاعت الفول بتاعتنا النهاردة بالطماطم متكلفة 20 جنيه. ولو انت كمان اللي عاملة الفول في البيت هيبقى كويس. عندك بصل من الخزين بتاعك، عندك طماطميتين في التلاجة، عندك قرن فلفل على فصين توم، هتلاقي الوصفة كلها مش هتكلف غير 8 كيس الفول اللي هتجيبيه من بره. ده لو انت مش مدمسة في البيت. يبقى الوصفة بتاعت الفول النهاردة متكلفة معانا بالجنيه وبالربع جنيه هي 20 جنيه بالظبط. طيب تعالوا نعملها كده على النار. عندي على النار ايه؟ طاسة أو وك أو حلة، لا أما نيجي نشتغل فيه بقى. تسلمي لي. عندي حبة زيت على النار. وآدي هنزل بإيه؟ عندي بصل وعندي ثوم وعندي فلفل وتوابل، دول اللي هنزل بيهم الأول، بسم الله. وطبعًا أرجع وأقول ممكن يكون عندك البصل والحاجات دي موجودة في البيت، ممكن تزودي الكمية بتاعتهم، عايزة تزودي كمية الفول نفسها، ما عنديش أي مشكلة، كل واحد على حسب عدد أفراد أسرته. مجرد ما نزلت بالبصلتين كده انزل على طول بالثوم علشان يطلع الروائح الحلوه بتاعته. حطيت بقى التوابل بتاعتنا، بدات الروائح تطلع في منتهى الجمال. هاخد نص الكزبره كده، نصها بس اهو بالشكل ده كده، يطلع لي كمان روائح حلوه قوي مع البصل اللي اتحط. والنص التاني هحطه بعد ما الفول خلاص ياخد التسويه بتاعته. ارجع بعد كده اروح نازله بالطماطم، ده نص كيلو طماطم من ام 10 جنيه. يعني ممكن اصلا لو انت هتقطعيها مع الفول ممكن تجيبي من اللي هي ام 7 او ام 5. انا قلت لكم اسعار الطماطم بتبدا من 5 لحد 10، 10 دي اللي هي تبقى انضف طماطم موجوده في السوق. عايزه بقى عندك خلطه محشي هتعمليها، هاتي من ام 5 او من ام 7 هتلاقيها معاكي تمام وزي الفل. بصوا كده، انزل بقى عليها بالفول. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا انا مسكت زي امهاتنا وزينا احنا ما بنعمل في البيت، لما بيكون طبق او بوله فيها فول او فيها حاجه، رحت ماسكاه حاطه فيه شويه ميه ومنزله كل اللي في الجوانب ورحت حاطاه. ادي طبق الفول بتاعنا اهو، ده يكفي كمان مش 4 افراد، ده يكفي 10 افراد. الله اكبر، اهي في منتهى الجمال. حد هيقول لي دلوقتي وانا سامعاكم وانتوا قاعدين بتتفرجوا، حد هيقول لي هو في يا نونا حد بياكل فول دلوقتي في الغداء؟ وحياتكم بياكلوه في العشاء. يا جماعه حطوا في دماغكم ان البطن ما بتتفتش، البطن ما بتتفتش، اهم حاجه ان البيت مستور بفضل ربنا وفي حاجه تتاكل. حته ان ايه احنا كل يوم عايزين فراخ، كل عايزين، دي بتبقى رفاهيات الناس معاها، ربنا يزيدها ويبارك. لكن بيجي عليكي وقت ما بيكونش فيه، هتخبطي على الجيران وتقولي لهم سلفوني عشان اروح اكل؟
جوزك ارزقي اليوم بتاعه بيومه، هو بينزل يشتغل اللي ربنا بيرزقه بيه بيجي يديهولك علشان تصرفي على البيت، هتقولي له لا ماليش دعوه انا عايزه زي جارتي اللي كل يوم جوزها. كل واحد رزقه ربنا مرزق يعني مقسمه عليه وبعته له، فالبطن ما بتتفتش. هي العيال هترضى؟ اه هترضى لما تحطيه قدامهم كده وهو ده اللي موجود وهو ده اللي ربنا رزقنا بيه هياكلوه. لو العيال وولادك لقوا من جواكي الرضا باللي موجود قدامك هيبقوا راضيين، لكن لما يشوفوكي كل شويه عماله تتخانقي مع جوزك وتقعدي تقولي له انا عايزه زي فلانه، اشمعنى اختي بيجي لها؟ اشمعنى بنت خالتي بيجي لها؟ اشمعنى بنت عم ابويا من بعيد بيجي لها؟ وانا لا. طول ما هم شايفين ان انت مش راضيه عن اللي انت فيه وعن اللي جوزك بيديهولك هيطلعوا بنفس الشكل. هيطلعوا مش راضيين عن اي حاجه تعملها لهم، حتى لو جبت لهم حته من السماء برضه مش هيبقوا راضيين. ليه؟ عشان انت هم شايفينك دايما مش راضيه عن اي حاجه بتحصل لك او مش راضيه عن اي حاجه موجوده في ايديكي. فخلوا دايما الرضا جواكوا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وانت بتاكلي حتى لو بتاكلي حته جبنه قديمه مع طماطمايه مع رغيف ناشف، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم احفظها نعمه. اللهم احفظها نعمه. دي الكلمه دي يعني كبيره قوي. انا ايا كان اما بقعد على الترابيزه عشان اكل ايا كان الاكل اللي قدامي، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. الكلمه دي على لساني على طول. هيطلعوا عيالك راضيين باللي انت عايزاه ايا كان بقى. ممكن يجوا في يوم كده لا احنا مش عايزين دوت، احنا عايزين ناكل ده، عينيا الاثنين حاضر، عشان هم مستنيين معاكي طول الاسبوع اي حاجه انت بتوكلها لهم. فنرضى باللي موجود ونرضى بالمقسوم. 50 جنيه عاملين النهارده ما شاء الله اهو فول بطماطم، هيقول لا ده ممكن يتاكل فيه اكتر ما يتاكل في اللحمه والفراخ. في ناس بتتنشأ على لقمة الفول ديت ومش لاقياها. مش هنقول ان هي مش لاقياها عشان قلة الفلوس، مش لاقياها عشان عندها امراض في جسمها تمنعها ان هي تاكل حتى لقمة قد كده من مية الفول. فنحمد ربنا على الصحة، نحمد ربنا على العافية اللي ربنا مديهالنا، نحمد ربنا ان في لقمة بنلاقيها تسد الجوع. في ناس بتبقى قاعدة في الشوارع مش لاقية حتى اللقمة، فاللهم قدمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال، وربنا يرضيكم ويرضيكم. طيب ده الفول كده هسيبه على جنب، هو كده تمام وزي الفل. يملى صينيه قد كده، عندك بطاطسيتين حمريهم مع العيش بتاع التموين اللي هتجيبيه مع 5 جنيه عيش او ب 10 جنيه عيش، هيطلع معاكي تمام جدا. طيب عندي ايه دلوقتي؟ عندي البتنجان المقلي، بتنجانتين قطعيهم، كيلو بتنجان احنا جايبينه النهارده، ثلاث بتنجانات. تعالي يا رغده نشوف كده اسعار وصفه البتنجان دي ايه. وارجع واقول برده انت لو عندك الثوم والفلفل في البيت تمام، الموضوع هيبقى اسهل بكتير. عندك ليمونتين وعندك معلقتين خل تمام، التوابل موجوده في البيت، يبقى انت كل اللي هتجيبيه حزمه شبت بجنيه، وكيلو البتنجان اللي سعره هينزل دلوقتي هنشوف تكلفه كيلو البتنجان كام، او انت بقى لو عايزه تزودي عايزه تقللي على حسب عدد افراد اسرتك هنشوف هتتكلف معانا كام لو حاجتك موجوده في البيت. لو مش موجوده في البيت هتبقى التكلفه اللي هتظهر قدامنا دلوقتي. يلا يا رغده ننزل تكلفه بتنجان بالخل والثوم. الوصفة معانا على الهوا بتقول ايه او على الشاشة، بتنجان بالخل والثوم. عندي كيلو بتنجان رومي ب 6 جنيه، يعني لو كل ده عندك هتجيبي كيلو بتنجان رومي ب 6 جنيه وحزمة الشبت بجنيه، وفي ارياف كمان او في حتت واسواق بتبيعها بنص جنيه، الحزمة بنص جنيه او الحزمتين بجنيه او اسمه ايه ده او الثلاثة كمان بجنيه على حسب حجم الربطة نفسها. عندي 3 معالق كبار ثوم مفروم، معلقتين فلفل حامي، حزمه من الشبت، وعصير ليمون. عصير ليمون دوت هو مش كوبايه، دول كده يعتبر ليمونتين كبار او 3 صغيرين. طيب ادي 6 7 8 9 10 كده، الوصفه دي ب 10 جنيه. هنشيل ده كله لو موجود عندنا في البيت يبقى هو 8 كيلو البتنجان بس اللي هتجيبه. وارجع واقول 6 جنيه ده ممكن انت تلاقيه ارخص، ممكن تلاقيه زياده جنيه على حسب ما انت عايزه. طيب انا عندي طاسه على النار هحط فيها حبه من الزيت كده مش كتير. حد هيقول لي دلوقتي يا نونا طب ما انت دلوقتي كده ما اتكلمتيش عن الزيت اللي احنا قاليين بيه. لو زودنا ازازه زيت كمان او لو عندك من التموين هيبقى تمام وزي الفل. معنى يا جماعه ان احنا عاملين بتنجان وعاملين بتنجان مقلي وعاملين فول بالطماطم والبصل، ان احنا نقدم في اطباق اي حاجه كده او ما نهتمش بالتقديم، وهو ده بقى ونزود الهم على اولادنا وعلى جوزنا. مش كفايه ان هو فول كمان هحسن لك شكله، لا اله الا الله. ما هو ممكن يكون حبه الفول اللي انت عاملاهم دول ربنا يطرح فيهم البركه ويبقوا طعمهم سكر ينزلوا كده في بطنهم شهد مقرر. فنعمل الشكل اللي احنا عايزينه والتقديمه اللي احنا عايزينها علشان ما يبقاش من كل ناحيه. بصوا اهو حطينا البتنجان بالشكل ده كده، عندي طاسه على النار، حبه زيت، بسم الله
توم، والله العظيم والله العظيم الاكل اللي احنا عاملينه النهارده ده بيشبع وبيأكل اكتر من اللحمه والفراخ. بصوا كده، ادي حبه الثوم، واروح نازله عليهم بالشبت. بصوا انا عشان الزيت سخن معايا شويه زياده، رحت رافعاه من على النار علشان التوميه بتاعتي ما تتحمرش، عشان لو اتحمرت واغمقت هتبدا ان هي تمرر معايا. عندي ايه؟ عندي كزبره ناشفه وكمون وشويه شطه. كل دوت على النار اهو. طبعا هي لو النار واطيه هتبقى رافعاهم على النار عادي جدا بالشكل ده كده. تمام. عندي فلفل حامي، في ناس بقى يعني انا بنتي جنى منهم ان هي ما بتحبش كل ده على البتنجان، يا دوب هو البتنجان يتقلي وتروح ماسكه حاطه عليه رشه الملح وتحط عليه عصره ليمون، بس ما تاكلوش اكتر من كده. فممكن لو انت ولادك بيحبوه بالشكل زي ما جنى ما بتحبه كده ممكن اصلا ما تعمليش كل ده. طيب كده نرفعه على النار تاني، ومعايا حبه الخل. اهي تسخن بس الطاسه كمان شويه، واروح عامله كده. بسم الله. انا مش عايزه اكتر من كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ريحه الخل مع الثوم مع الشبت اللي احنا حاطينه وكل المكونات دي تحفه. حبه من الملح، وطبعا الطشه بتاعت البتنجان بالخل والثوم ما بنحطلهاش فلفل اسود، كمون بس. كمون مع حل مع ملح مع حبه كزبره ناشفه مع حبه شط، اكتر من كده مش عايزه. اشيل بقى من على النار واروح جايه هنا عصير الليمون. طب ليه يا نونا ما حطيتيش عصير الليمون على النار مع الخل؟ لا انا عايزه يبقى المزازه زهره ما تتبخرش. بصوا الشكل عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. حبه بتنجان بالخل والثوم يستاهلوا بقكم. عايزه بقى تعمليه ممكن وتحطيه في علبه، يعني اقلي البتنجان سخن كده وحطي في علبه ايه بغطا، وبعد ما تخلصي قلية البتنجان كلها وهو سخ تروحي عامله الطشه دي وحطاها عليه وقافله الغطا بتاع العلبه. يا نهار ابيض، تحسي بقى ان السخونيه اصلا بتاعت البتنجان مع التتبيله مع الكتمه بتاعت العلبه مخليلك البتنجان ده كهرمان. والله الاكلات دي بتاكل اكتر من اي اكل. ربنا يرزقكم الخير كله يا رب. الكزبره اللي احنا سبناهم واحنا بنعمل الفول، حبه الكزبره الناشفه انا حطيت شويه معاه على النار، خلاص هتقدمي الفول تروحي عامله كده. الرشه الاخرانيه دي بتخلي ريحه الفول مختلفه تماما، والتطعيمه بتاعته بتبقى حلوه قوي مميزه. بصوا الفول والله العظيم لو 7 8 افراد هياكلوا ويشبعوا. تمام. وطبق البتنجان في منتهى الجمال، ولو لقيتي عندك بتنجانيه زياده ده الكيلو اللي احنا عملنا الحساب بتاعه، لكن دي بتنجانيه زياده لقيناها عندنا رحنا مقطعينها بالشكل ده كده، وقلينا جنبها قرنين فلفل مع عصره ليمون زي ما جنى بنتي بتحب. فده للبيت وده لجنى عشان هي ما تاكلش عليه تبديل، مع حزمه جرجير كده تروشي عليهم. الموضوع خلص، صحتين وعافيه ومطرح ما يسري يمري على